السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من الموسم السادس من برنامج رشيد. فرحان بزاف انني استقبلت الجمهور الزوين اللي جينا اليوم من مدينه مكناس. وتبارك الله على الدراري الزوينين اللي حاضرين معنا، وتبارك الله على البنات الزوينات. ياك ما القضيه فيها التحرش، راه والله ما قصدت فيها شي حاجه، بحال خواتاتي وحق الله العظيم. دابا راه القانون ولا صعيب. المهم اللي بغا نهضروا على التحرش وعلى بزاف ديال الحوايج، وكاين بزاف ديال المفاجآت. بدينا الحلقه، يلا معنا. صراحه الظاهره ديال التحرش ولات كثيره بزاف. وليتي كتخرج دابا للشارع كتلقى بنادم كيقول شي هضره بحال ديك النهار شفت واحد تيهضر مع وحده قال لها ما حشمتيش. ولكن الحمد لله اللي جا واحد القانون اللي كيعاقب بشده على المتحرشين. اهلا بكم. اليوم يدخل قانون محاربه العنف ضد النساء حيز التنفيذ، اخذ مسارا طويلا من النقاش والجدل، وجاء بتشديد للعقوبات وتجريم لبعض الافعال. دابا ملي خرج هذا القانون هذا، واش التحرش غيقل؟ والله العظيم الا مش ممكن ابدا. اجيو نسمعوا الفنانين اش قالوا على الظاهره ديال التحرش. مو عادي، يعني عادي التحرش اللي كنتعرضوا له في الزنقه العادي لاي فتاه. انه يكون قانون تحرش مزيان، حنا محتاجين، لان كاين شي وحدين كيبسكي بزاف، يعني خاصهم يتعاقبوا. كاين شي وحدين اوفر. بالنسبة للسيدات المتزوجات ولا غير متزوجات ولا هذا، فالتحرش موجود. طبعا أي حاجة كتضر المرأة المغربية أو الإنسان، حتى إلا خرجوا التحرش للشباب أنا معاهم، لأنه كما ما نرضاش البنت يتحرش فيها الشاب، ما كنرضاش الشاب يتحرش فيه الفتاة. أنا من النوع اللي ملي كيبسل عليا شي حد ما كنسكتش، كندافع على راسي. الله يعطيك الصحة، أنا كتعجبني المرأة اللي ما كنسكتش، اللي دوا إرعف. عمرني ما تحرش بيا شي حد باش ما نبقاوش نكذبوا على الناس. اللي بغى التحرش راه كيقلب عليه، واللي بغى المعقول كيقلب عليه. على ما يقدوا عليك اختي زهور، راك عارفينك في الليفله. تحيه لزهور السليماني الفنانه ديالنا. كيف ما لقى هذا القانون تأييد ديال مجموعه من الفنانين ومجموعه من الناس، كاين شي فنانه ما عجبهمش هذا القانون. صيغ انا بالنسبه لي هذا القانون ما صالحش نهائيا. الحل هو يخليه بنادم يتفاعل، يعني على كاع المستويات. يخليه بنادم يتفاعل. اب 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 بحق رفيق بوكر، ما كانش خصو يكون ممثل، كان خصو يكون ادمين ديال شي جروب ديال الفيسبوك. وماشي غير رفيق بوكر اللي كان معارض، حتى واحد المسؤول، وفي حقه ماشي مسؤول، مسهول. نشوف اش قال. سيد الرئيس، سيد الوزراء، اخواني واخواتي المغاربيين، نحن نرفض التحرش ردا تاما. وانما اسمح لي نشرح لكم انه كاين عندهم اسباب ديال ديالنا اختي صاديان. الدريه تبع الدريه واش تنبغى خدمه شركه الانسان. الدريه تبع الدريه بالطوموبيل ديالو ضيع ليسانس خدمو البترول. الدريه تبع الدريه على جيب قطعه في المدينه خدمو البنزينات. الدري الى حسن خوها مع الدريه هي تشكمو خدمو السبيطارات الخياطه الخيط ديال التزرباطي السفيفه العقال عين عقده عين عقده. السلام عليكم. ولكن هنا في المغرب واخا كاين القانون ظريف، ها كاين الحبس وكاين الغرامه، في مصر مشاو بعيد. يعني يا اما اخصائه يا اما هيحطوه في مستشفى مجانين طول عمره، يقفلوا عليه الباب ويسيبوه مع المجانين هم يتصرفوا معاه. بعيد الباس اختي. والبنات اللي كيتعرضوا للتحرش في الفيسبوك، عندي لكم الحل.
في حاجه اسمها بلوك، عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفر بلوك بلوك. باكستان باش يحاربوا شويه ونقصوا من الظاهره ديال التحرش، داروا العيالات طوبيسات في الغوص، غير ديال العيالات. وقد تمت إضافة 16 حافلة تتميز بلونها الوردي لقطاع المواصلات العامة. الفكرة لاقت ترحيبا من قبل مستخدمات وسائل النقل بعدما أجبرت حوادث التحارش العديد منهن على ترك العمل أو الانقطاع عن الدراسة. طوبيسات في الغوص، حقا القضية مزيانة، ولكن اللي درناها في المغرب واش تخدم؟ أجي نسولوا الناس. لا باغي نجح. ما غادي نجحوا حتى نطلع لهم. لا نجح حيت حنا العيالات كنبغيو نمشيو بوحدنا على راحتنا في طوبيسات. اغلبيه ديال النساء دابا ما بقاوش كيركبوا في طوبيس على قبل ما كتلقاش فيه راحتك. تقدر تنفع. انا كنحب هذه الفكره. لا ما غاديش يصدق هذاك، هذا ماشي حل هذا. وبالنسبه حنا بغينا يكون ان طوبيسات مشتركين وما يكونش تحرش. انا الاولى نخسر. انا الاولى تلقاني تماك. واخا كلشي كيتفق على ان ظاهره التحرش ظاهره ما مزياناش، ولكن انا عمري ما عرفت بين التحرش فيه وفيه. وانا كيعجبني التحرش، غير هو التحرش يكون شويه يكون شويه محترم. ياك اختي يكون محترم. زعما يجي عندك استاذ يقول لك الله يجازيك بخير، لا ممكن تعطيني الرقم ديال الهاتف ديالك؟ حبذا لو عطيتيني الواتساب نبقاو في تواصل مستمر. في الحلال واحد جوج دراري كيف العاده تحرشوا عليا وما كيحترموش، ما كيحترموش اختهم كما كنت انا راني راتهم. عندهم اختهم، عندهم مام، عندهم خالتهم. المهم واحد جبد لي شعري وانا ندور. انا ديك الساعات كانت عندي واحد لا كونديسيون فيزيك ديال ادوليسونت سخونه. اسماء الخمليشي عندها تجربه كبيره في هذه القضيه ديال التحرش، لان اللي كتحرش بها كتسلخوا. واليوم غادي نستقبلوا عندنا في البلاطو باش نهضروا مع هذا الموضوع، وغنهضروا معها على بزاف ديال الاشياء وبزاف ديال المفاجات. استقبلوا معايا عفاكم بحراره الفنانه المغربيه اسماء الخمليشي. مرحبا بك، نهار كبير هذا. أسماء الخمليشي. أسماء مرحبا بك. شكرا شكرا. نهار كبير هذا. بارك الله فيكم. نورتينا ونورتي البلاطو ديالنا. ميرسي بوكو، بارك الله فيك. عرفتي دابا اخر فيديو سالينا بها هذه الفقره هذه ديالك، وانت قلتي بانك سلختي شي واحد. تبارك الله عليك. هذا اللي يبغي يتحرش مشى فيها. لا هو زعما كل واحد وكيداير الشخصيه ديالته، وعلى ما كنظن الرياضه كتعطي واحد الثقه في النفس، وكتعطي واحد الشجاعة وقوة طبيعية. والحمد لله كم درت، انتم عارفين كنت كندير الجومباز ملي كنت صغيرة. ممكن هو اللي عطاني هذيك الشجاعة اللي ملي كنت باقا صغيرة تحرشوا عليا في الزنقة جوج دراري حتى هما باقيين صغار يعني. ولا هذاك الشيء، هذاك الشيء كان زعما طبيعي، وانا جاتني زعما عادية طف طف طرت الله. مزيان هذاك رشيد. تبارك الله عليك. اسمع الخمليشي، عندنا واحد الفقره جديده في هذا الموسم هذا اللي هي فقره ديال الحاله المدنيه. نقربوا من الناس من اكثر، ونطرح عليك بعض الاسئله اللي عندهم علاقه بحياتك. الناس اللي ما كيعرفوكش مزيان على شخصيتك ولا حياتك نزيدو نعرفهم عليك. اوكي نبداو بالاسم العائلي والشخصي. خمليشي. تاريخ ومكان ازدياد. 18 يونيو. الدار البيضاء. الجنسية. مغربية.
الحالة العائلية. الحالة العائلية شنو بغيتي تعرف؟ بغيت نعرف الحالة العائلية. وشنو قول لي شنو هذا السؤال شنو بغيتي تعرف؟ واش متزوجة عزيبة؟ ما كنبغيش نجاوب على أسئلة شخصية. لا ضروري خا تقولي لنا دابا يعني ما. لا غير واش مزوجة ولا لا؟ هذا السؤال فقط. لا. عدد الأبناء؟ صفر. الله يعطيك إن شاء الله شي درية مزيانة. آمين آمين. لون البشرة؟ كاينه في الحاله المدنيه لون البشره لون البشره ديالك ابيض واقيلا ياك ابيض ابيض ناصح صوابق شنو ما الصوابق واش عندك شي صوابق بحال اش بحال مثلا دايره شي حاجه حارقه ضربه شي حد وي ضربت جوج ديال الدراري اذا سلخة جوج ديال الدراري سلخة جوج ديال الدراري ملي كنت ادوليسونت ثقات على اسماء الخمليش اسماء الخمليشي شنو رايك انت في هذا القانون الجديد ديال التحرش اللي طبعا اثار الجدل بين مؤيد ومعارض رغم ان الاغلبيه طبعا من النساء وافقوا على هذا وعجبتهم هذه المساله هذه انه يكون قانون اللي كيردع المتحرشين لان فعلا ظاهره للاسف كثيره بزاف ماشي فقط المغرب كيف المجتمعات العربيه انت مع ولا ضد هذا القانون كيفاش انت مع ولا ضد هذا القانون لا مع هذا القانون لان يحامي المراه وهذا مزيان بالعكس كل ما يكون بحال هذه الانواع ديال القانونات اللي كيحاميو لا المراه حاجه مزيانه لا عجبتني القانونات بزاف ديال القانونات شوف دا كنهضروا بالدارجه وكتخرج ما بين الدارجه والعربيه كيخرج القانونات القانون المهم الا درتي شي خطا من هنا لقدام في الحلقه غندير صافي عندنا كاين نصف راه شي خطا ديال اللغه العربيه حنا كنهضروا غير بالدارجه بالدارجه اكزاكتومون الدارجه ما فيهاش سميتو على ذكر السفاره شنو رايك في السفاره السفاره اللي خرجوا جمعيه واحد الجمعيه خرجت وزعت مجموعه ديال السفارات على بزاف ديال النساء المغربيات باش طبعا الى تعرضوا لحاله ديال التحرش يسفروا مزيان هادي مزيان هاد القضيه كي جات غيبقاو يسفروا بزاف هاك سفارتك هاك اها شكرا دونك انت مع هاد القضيه الى تحرجتي عليا نصفر رشيد لا هادي حيت انت صديق الله يحفظك ونقول لكم زعما الله يعمرها دار الله يحفظك خارج هذا رشيد شو الله يعمرها دار اذا انا كنحس براسي بحال مع اخ مع صديق لا اختك انت اخت عزيزه شكرا واليوم معنا في هذه الحلقه هذه اللي مهمه واختاريناك لانك دافعي دائما على المراه من خلال مجموعه من طبعا التظاهرات اللي شاركتي فيها مع مجموعه من الجمعيات وايضا من خلال الاعمال اللي كتقدميها مراه قويه تبارك الله اللي اليوم بغيناها تقول الكلمه ديالها في هذا الموضوع هذا انت من موقعك كفنانه شو ممكن ديري باش تحاربي هذه الظاهره هذه انا كمراه ممثله مغربيه اللي غادي ننصحهم خصهم يكون ثقه في النفس كما كانت المراه اولا بنت صغيره خص يكون ثقه في النفس ويكون واخا ما دير لا رياضه ولا جوج غير اللي تحرش عليها تشوف فيه مزيان وتزيد يعني احترم راسك ومني كيكون الواحد تايق في راسه ما كيجلبش داك بحال الناس بحال هكا ومني كيكون الخوف كيطيحوا في داك الخوف اللي كيكون فيهم اذا الخوف خاصكم تحيدوه بصفه عامه وهذه خدمه ماشي كتجي غير من اليوم لغدا كتجيب يعني شحال ديال الشغل اللي الواحد كيديرو في نفسه الداخلي اسمع خمليشي الا كنتي انت في موقع القرار كنتي مثلا عضو في الحكومه ولا وزيره مثلا اشنا هو القانون اللي تقترحي ضد هذه القضيه ديال التحرش تفضلي سيدة الوزيرة التحرش على حساب إذا كان غير في زنقة ولا في هذه ست شهور بركة ولا عام بركة ولكن إذا كان ضرب وكان تعدي خص واحد تقريبا عامين ولا ثلاث سنين ولا كان أكثر وحنا عارفين علاش
هذاك خصو 10 سنين ولا المؤبد. شنو رايك فواحد الظاهره مثلا كيعاني منها بزاف الفتيات، كتكون غاده في الشارع مثلا وكتلقى واحد كيفوت التحرش اللفظي كيولي في الشدان مثلا، كيشدها بيديها ولا يجرها ولا شنو رايك في هذا؟ ما كاينش ما عندوش الحق، ما كاينش انسان في اي مجتمع يقيس امراه ولا بنت ولا اي واحد ولا طفل حيت يعني عنده قوه ولا هذه يمكن له يستغل هذا سميتو، لا ما عندوش الحق. عمرك عشتي هذه القضيه أسماء؟ وعشتها ملي كنت صغيره، راني ضربتهم ودرتهم في الارض. برافو عليك. عندنا نيت واحد السؤال في انستغرام، واحد السيد كيسول قال لك سول اسماء الخمليشي، قال لك سولها كنشوفها تبارك الله كتسافر دائما لبلدان الواعرين، كتركب على الطوموبيلات الواعرين، ولكن كنشوف عملها قليله، منين كتجيب هذه الفلوس تبارك؟ هذه دار الضريبه وما سولهاش هذه الاسئله. ايوا هذا دابا التحرش دابا. نادي تجاوبك. سميتو الناس اللي ما عارفينش من غير انا كنبغي دائما نكون بواحد الوجه في بلادي، ممثله في السينما المغربيه وفقط. مي انا يا خدمت في الخارج وجلست سنوات طويله، اللي واحد الحياه عندي باراليل مع السينما ومع التمثيل اللي ما كاينلاش نتكلم عليها وما كاينلاش نهضر، لان ما كيفيدش الناس هذا الشيء. الحمد لله هذا سؤال، هذا وعندي كل شيء من عرق كتافي وخدامه الشغل اللي في. عندك شي حاجه اخرى من غير الفن؟ يعني كتزاولي شي مهنه اخرى من غير الفن؟ ايوا هذيك هي اللي ما نقولها لكش. عفاك. لا هذيك جات من الخصوصيات داك الشيء ديال ياك. لا عمرني ما هضرت عليها. وزعما هذا سؤال، انت زعما سؤال كتقلب عليهم. حتى شي واحد ما قدر يسولني هذا السؤال، وعارفين الناس بانني انا ساكنه في الخارج، ولكن حقيقه هذه انا ساكنه هذه 20 عام ما بين الخارج والمغرب، وكنخدم في الخارج. الخارج تبارك الله عليك. كتقولي على راسك انك جينيفر لوبيز ديال المغرب. علاش؟ لانني كنت كندير البالي وانتم ما عارفينه. خدمت 10 سنوات مع بالي تياد زينون، يعني لا دانس ولا لا كونديسيون فيزيك يمكن لي نديرها. الغني لو شون درت 3 سنين ديال السولفيج، لعبت واحد دو انسترومون ملي كنت صغيره، درت لو شون الكلاسيكي في الكونسيرفاتوار، ولكن رمت لا دانس والتمثيل. يعني عندي واحد لي باز ملي كنت صغيره وانا يا كنت كنديرهم. الا نجمع هذا الشيء كله ممكن ما عنديش واحد الحلقه غادي يكون، ولكن في البلاصه ديالته يعني نقدر نديفلوبي، نقدر نخدمه، نقدر ندير واحد الاغنيه اللي زوينه، ولكن بواحد ستيل مودرن اللي يقدر اللي يكون مغربي. فراسك اليوم وانا داخل البلاطو في الكواليس بانوا لي تبارك الله معنا في الجمهور مجموعة من المواهب، سمعتهم اللي جاونا من مدينة مكناس، كنطلب منكم تصفقوا عليهم. معنا بزاف ديال الوليدات تبارك الله، تبغي نقدم لك شي موهبة من هاد المواهب؟ معلوم على راسي وعيني أنا عزيز عليا. واحد البنيته اللي هي لابسة فيست جون، أجي تفضلي معنا، أجي هنا، أجي هنا، مرحبا بك. مرحبا بك، تفضلي. مرحبا بك. شكرا. شو سميتك؟ لمياء. منين؟ من مكناس. مرحبا بك ومرحبا بجمهور مكناس. شكرا بزاف. المدينة الإسماعيلية العزيزة. سمعتك تغني قبل الهندي. معنا كنموت على شرف خان. صح. وشاشي كابور. خلاص واحد كاجول الله يعمر هذا. ما جاوش الهنديين في الفيستيفال ديال مراكش. ما جاوش، علاش انا ما جيتش؟ شاروخ خان ما جاش حتى هو. دوماج. نسمعوا شي اكستري؟ وي. يلا، اعطيني شي حاجة هندية يلا. जिसे जुदा अगर हो जाए
مهبطين كشكش هطاهي. شوف باش من عاوتاني رحيت انا فرحان اليوم ملي كيجيو عندي جمهور من مدن اخرين. معنا واحد الوليد تا هو تبارك الله صغير جي جي عنده واحد الصوت رائع تا هو تبارك الله. زيد جلس زيد جلس. يلا سمعنا شي حاجه طربيه زوينه يلا. هو صحيح 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 الهوى غلا ما عرفش انا هو صحيح 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 الهوى غلا ما عرفش انا والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب وليهم اليوم اليوم بسنة. شكرا تبارك الله عليكم ميمو تبارك الله عليكم. انت من مكناس؟ اعطينا من مكناس. تبارك الله عليكم لما مليئه بالمواهب تبارك الله. ما زال وحدين كيشطحوا وحدين كيغني ما بغيتش نبين كل شيء. في قاس حر عليهم تفضلوا. شكرا شكرا لكم شكرا. قولي لي يا اختي اسماء الخمليشي نرجعوا للقضيه ديال نعم اخويا رشيد القضيه ديال الظاهره ديال التحرش باش كتفسري انتشار هذه الظاهره ديال التحرش في العالم العربي لان ماشي فقط في المغرب مثلا مصر عندهم واحد لوطو ديال التحرش طالع بزاف. انت مثلا باش كتفسري انتشار هذه الظاهره في الدول العربيه اكثر من الغربيه؟ انا ماشي طبيبه ولكن غادي نقول غير الراي ديالي. بالنسبه اللي لاحظت واللي قريت كيجي من الترابي ملي كيكون الولاد صغار يعني الولد ولا البنت بحاله بحال اختو بحالو بحال خوها ماشي يعني الولد خصو يبقى جالس والبنت هي اللي تعطي وتسوي تقاد ليه ولا يعني يكونوا بحال ترابي ديال العائلات ديالنا وهي الاكثريه ديال العائلات عربيه ولا اسلاميه كيكون الاخ ولا الاخت الكبيره كيعطيو الحق اكثر وهي هو راه باقي صغير هو باغي غير حب امه وحب الاب ديالو وكيديروا ليه لا ريسبونسابيلتي كيعطيوها اكثر لان الام منين كيمشي يقدر يموت لها راجلها كتدير داك داك سميتو يعني خص شي واحد اللي يكون شاد العائله يعني هذاك الولد كيعطيوه واحد الاهميه اكثر بزاف اللي هو النيس بعض المرات ما كيكونش قد بها لان باقي صغير وكيكون واحد ديزيكيليب كيكون واحد ماشي كيكون ما كيكونش متوازن يعني التوازن هي كنا بحال وكنا انس كي بنت كي الولد وخص الاحترام بعضياتهم وما يكونش يتعداو ما يتعداش ما يكونش زعما نجيو من هذا ولا دار هذا ولدك ولا بنتك الكبيره دارت شي حاجه خايبه ما نقولولهاش لا نكونوا على حق وكيجي داك الشيء من الصغر ومن الترابي. شنو رايك في هذوك الناس اللي تيقولوا وطبعا هي نظريه خاطئه 100% شنو رايك في هاد الناس اللي تيقولوا حنا كنتحرشوا لانهم هما اللي كيدفعونا التحرش باللبس ديالهم ولا بداك الشيء اللي كيلبسوا تيقول لك وهي شو كيلبسها علاش ما نتحرش بها؟ كل واحد حر في راسه يعني لابس كيف ما بغيتي تلبس ولكن بـ يكون عادي ولكن التصرفات ديالك ولا وكيفاش نتايا كيخلي بان الناس كيحترموك فوالا هذا هو اللي يعني ومن الاحسن الواحد يحترم راسه وفي المجتمع ما يجلبش النظر اكثر من غير الا كان فيلم سينمائي وهذاك دور وكان اديوه وما عنده علاقه مع حياه ديال اي ديال كل نهار اي واحد. مسألة ديال هذه القضيه ديال السفاره اثارت شويه الجدل بزاف ديال الاولاد ما عجبوش الحال قال لك ما عطاهم السفاره يصفروا علينا حتى انا خصكم تعطيونا الفار لانه قضيه السفاره قالت لك هي تقدر شي وحده مثلا سفرها شي وحده ما دار والو
حنا على هذه القضيه ديال الصفاره درنا واحد الكاميرا كاشي، درنا واحد الكاميرا خفيه، وعطاني واحد السيده صفاره وكتصفر كتسول شي واحد على شي ادريس ومن بعد كتصفر عليه وكتهمه بالتحرش. نشوفوا ردة الفعل ديال الناس ونرجع. نسولك الله يخليك، اسمح لي نسولك، عرفتك الطاكسيات البيضين وين كيدوزو، من هنا ولا من هنا؟ تدي طاكسي؟ نعم. حدا قيصرية حدك. يلاه خليك نسولك، عرفتك الطاكسيات البيضين ديال اللحم حمادي. سيدي نسولك الله يخليك، لا أنا عاش نقول لك. صفارة، أنت غادي تشوف مزيان. كتعرف السيدة هادي؟ كتعرفها؟ لا. تحرش بيك. تحرش بيك؟ أنت غادي تشوف مزيان. واش ديري صافي لا وي وي غتابعي قضائيا تفضل معنا داك الشيف العيط للاداره ديالي منيتك ما كنعرفش انا هذا الشيء وانا ما كنتحرش حتى شي واحد لا نعاود حنا كاع الحوار كاع نعت لي طاكسي بيت غادي هذا يخلي غراري عيطت لي تسول الطاكسي ديال الحي لا سمح لي ولكن هاد الشوفات اللي كتشوف فيا راه محشومه وعيب وعار تشوف فيا بحال هكا باش ما كنتحرش اسيدي انا خدامه ما عرفتش فين بغيتي ما عرفتش انا جو ريسبي لا فام اصلا انا ما نقدرش نتحرش بنت ما كنعرفهاش لا سمح لي ولكن راك درتيها لا دابا تقليد عليك باش جاوبك هاويا باش تقليد عليك اختي قلتي لي قلتي لي غادا الطاكسي انا ما نكذبش عليك وانا غنكذب عليك انا ما غاديش نكذب تحرش بك اختي ما غاديش نكذب عليك تفضل معنا سيدي خويا انا دايز انا السيده سولاتني نهاد واش تقولوا لي كنتحرش على شي واحد اجي سيدي اجي زريقه لا 16 مع الاداره ديالي شوف معاه الا درتي على خويا ما نشوفش معاه ما كنهضرش معاه انت راه محكوم معاه شفت السيمانه في الكاميرا الخفيه دير باي 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 بزاف الناس كيقولوا اسماء الخمليشي واحد الانسانه اللي ماشي شعبيه بزاف وهذا ما كتخلطش مع الناس بزاف وكتهضر بواحد النيفو وهذا حنا اليوم بغينا نثبتوا لهاد الناس العكس داكشي علاش غنيما نعطيك اختبار الشعبيه نقول لك شي حوايج قول لي واش اسماء الخمليشي تقدر ديرهم ولا عمرها دارتهم واش اسماء الخمليشي تقدر مثلا الا كانت غادي شي حفله ولا شي عرس تكري تكشيطه تكريها ب 500 درهم مثلا لا وهذه ما عندوش علاقه هذه هذا انا عندي تكاشط في 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 لاغموار ديالي علاش غادي نمشي نكريها وعندي التكاشط ديال الوالده كلهم خديتهم درت لهم لي غوتوش هما اللي كنلبسهم في ليام الزواج ديالها واش ممكن اسماء الخمليشي الا كانت في دارها وخصاتها مثلا العطريه الملحه ولا الكمون هذه في الثقافه ديالنا تمشي تدق على جارتها وتقول لها شويه ديال الملحه ودرتها شحال من مره معلوم ياك درتها حتى في فرنسا كانت عندي واحد البرتقيزيه ساكنه فوق مني كنطلع ليها كنقول لها ماريا عافاك دوزي ليا لوحي ليا القرفه بالبرتقيزيه كتقول لها لا ذا فاولوش برتوغيش لا نو نو ما يكون بس هذا واش اسماء الخمليشي ممكن دير الخبز للفران بتقليدي داك ديتو تشبعت ملي كنت صغيره الوصله فوق راسي وفجن بحال هكا كنت كندي الوصله للفران الوصله للفران دائما الوالده كانت كتعطي لي الوصله كندي للفران في حياتك واش عمرك فركتي معلوم فركت تشبعت هادشي ملي كنت صغيره انا كنت خيرك تفركيهم فرونسي لا ملي كبرنا حاجه واحده اخرى ولا عندنا لا ماشينه لا فيكين ولا ما كايناش ولكن شو انا يا حادقه و الوالده ديالتي زعما وراتنا شنو هو السماق والتاويل السماق والتاويل واش ممكن ولا شي نهار درتيها درتي دارت عرفتي دارت اييه كنت كنديرها ملي كنت صغيره اي عارفه شنو دارت عرفتها كتعطي كل شهر واحد مقدار ديال الفلوس وفين ما شي واحد كان محتاج هذاك الفلوس كان كياخذها انا خدمت وانا صغيره خدمت ملي كانت عندي 15 عام وكنت دائما هذا هو التفكير اللي كان عندي يعني لو كوتي ديالي بيزنس وومن ملي كنت صغيره وانا كنت كنشوف كيفاش ندير باش ندير حياتي لان عرفت بان الفن ما يمكنناش نعيشه ممكن 100% منو علاش لان انا كنحترم الفن ديالي وما نبغيش ندير شي حاجه اللي ما نبغيهاش الوغ ملي كنت صغيره عرفت بانني خصني ندبر ونخدم شي خدمه والحمد لله يعني كنعرف ندير حاجه حدا اخرين والفن كان عندي
اون بلوس اون بلوس. اخر سؤال عندنا علاقه بالشعبيه، وديما نظنش واش تكون دارتها اسماء الخمليشي، واش ممكن شي نهار اسماء الخمليشي تجمع القديده؟ القديد؟ القديده. القديده؟ القديده. نجمع القديده؟ والوليده كانت دائما كدير القديد في السطح. نجحت في اختبار ولا ما نجحتش فيه؟ سبقوا عليها فكر. اسماء الخمليشي واش بغيت نسولك، واش التحرش كاين في الميدان الفني ولا ما كاينش؟ التحرش كاين كاع في الميادين ماشي غير في السينما. ولكن واش تيبان لك بانه كاين في الميدان الفني اكثر؟ لا ما كاينش في الميدان الفني اكثر. انا كنظن هذوك اللي كيخدموا في البيرويات والباترون ديال سكرتيرا ولا هادي وكيشوفوا يتشافوا كل نهار ومده عام هما كيخدموا راه يكون اكثر تحرش كاع في السينما. السينما عندنا غير شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور ديال الخدمه، من بعد كل واحد كيمشي في طريقه. انت عمرك تعرضتي لتحرش في الميدان الفني؟ ما يقدوش عليا. علاش؟ حيت ما عرفتش كيحترموني هكا، وما كلهم اصدقاء وخوتي ويعني ملي كنت بديت انايا في هذا الميدان وانا صغيره كنت في البالي تياتر وكنت كنا كنتعرفوا بعضياتنا وكان واحد الاحترام وحده. اسماء الخمليشي في نظرك واش غياب التربيه الجنسيه في المؤسسات التعليميه ساهم مثلا في تفشي هالظاهره، الظاهره ديال التحرش؟ هي ما فيها عيب يربيو الدراري في المدرسه على التربيه الجنسيه، ما فيها باس، ما فيها عيب الواحد يهضر مع وليداتو ولا في المدرسه يقولوا لهم شنو شنو كيفاش هذه، يعني بالعكس مهمه هاد التربيه الجنسيه. والتدريري يكون حاجه طبيعيه ماشي شي حاجه اللي ما كتقالش، اللي كتبقى اللي كتقمعهم وهما صغار، حتى هذه عيب وحشومه حتى كيكبروا وكيولي قمع وكيولي هاد الشيء اللي بحال كيخليو داك الشيء في الداخل ديالهم وكي بحال ان بومب وكيوليو اغريسيف ولا كي تحرشات كيف حنا كنهضروا عليها دابا. اسماء الخمليشي كاين واحد السؤال، نرجعوا للاسئله ديال الناس ما خاتو الاجتماع، هذا سؤال فيسبوك، واحد السيد قال واحد السؤال، قال لك كنشوفوا اسماء كتمشي مهرجان السينما، عافاك سولها مهرجان السينما د مراكش بزاف، نقول لها واخا ما تيكون عندك حتى شي عمل، واش هذا حب الظهور ولا حب الطابيروج ولا هذه مناسبه تحيي بها صله الرحم مع المخرجين؟ اول فيلم مغربي كان اون كومبيتيسيون اوفيسيال فيستيفال ديال مراكش هذه 17 عام، هو الفيلم منى صابر، وفيلم ديالي كنت لعبت به وكان فاز بجائزه احسن ممثله مغربيه، نسيت سميتها مي هي ممثله معروفه. ومن بعد كانوا اربعه ديال الافلام ف كود كور مغربيين. ومن بعد انا اش غادي نقول بان حب الريد كاربت معها ما عنديش لي واحد الاهتمام بزاف، لان اللي مهم بالنسبه ليا هي نشوف افلام، نشوف كونفرساسيون كانوا هاد العام مع سكورسيزي مع روبير دونيرو، هذا بالنسبه لينا حنا ثقافه، لان كنشوفوا ناس في الميدان اكبر منا وداروا حوايج حدا اخرين في شعوب وحدا اخرى في ثقافات وحدا اخرى، لان كنتعلموا بعضياتنا حيت كاين دي كونفيرونس كاين كنسمعوا كنستافدوا، ومنها كنشوفوا افلام كيجيو من العالم كامل لانه فيستيفال عالمي. يعني كنظن بان الجواب راه كان بلاصتو. اسماء الخمليشي فاش كتكوني في فيستيفال ديال مراكش لاحظنا بانه كيكونوا بزاف ديال الانتقادات على مجموعه من الفنانين، بينهم انت اللي تعرضتي لمجموعه من الانتقادات، وما عرفتش علاش انا غنسولك هذا السؤال وغنوريك بعض المقالات اللي الاسم ديالك دائما كيكون مرتبط بعناوين غريبه شي شويه، بحال دابا دائما اسماء الخمليشي بحال هذه تصدم جمهورها بصوره فاضحه، شنو التعليق ديالك على هذا؟ فين شكون اللي قالها فوقاش كانت؟ هذا المقال هذا على شي صوره ديالك في احدى شواطئ المكسيك كنتي كتعومي طبعا في هذا، وقالوا بان الصوره اللي نشرتيها، شنو التعليق ديالك لهذا الموضوع؟ الناس اللي كيمشيو للبحر باش كيعوموا بالمايو. وانا يا بالنسبه لي المايو عادي. كاين مقال اخر تيقول اسماء الخمليشي تثير ضجه بفيديو مثير، هذا موقع اخبرنا.
عرفت هذاك الفيديو. هذاك فيديو درته مع صديقه ديالتي جورناليست مثقفه كتكتب في افريك ماجازين وافريك ماجازين كتبوا ليا كثير من المقالات. هو معروف بمجازين اللي ديال افريقيا واللي كيهضر غير على الناس مثقفين او لا الوزراء او لا هذه يعني كيهضر في مواضيع مزيانه. ودرت مع هذاك الفيديو هي اللي كتصورني باش ندير لها واحد الكلندر ونقول لها شكرا ليك. هي صورتني يمكن ما دخلش في داك لو كادر ديال انستغرام ما شفناش الصوره كامله. انا ما رديتش البال غير درتها بالنسبه ليا عاديه. سي بون لا خصني نكمل. اسمع الخمليشي باقا تغيت نضحك معك. انا بغيت نسولك اونتر بارونتيز يعني هاد مثلا الصور اللي كتبارطاجي بعض المرات في مواقع التواصل الاجتماعي في انستغرام انت طبعا حره تنشري اللي بغيتي غير هاد الصور كاين البعض اللي كيقولها كيقول اسماء كدير هادشي باش تثير ليها انتباه وباش ترجع لوجهها وباش يكتبوا عليها الناس. واش انا ما عنديش لا 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 النيفو ولا العقليه ديال هاد سميتو. هذه هي حياة ديالي، هذه حقيقة وأنا متيقنة بها و كونفانكو بداك الشيء اللي كندير. يعني هذه هي الحياة ديالي، اللي يتقبلها مرحبا واللي ما يتقبلهاش هذاك خاص به. رأيه خاص به. رأيه الخاص. وشنو رأيك أيضا في الظاهرة ديال التحرش اللي انتقلت أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي؟ واحد كيصيفط ميساج ولا كيكتب شي حاجه ولا هذا، انت شنو رايك في هذا؟ لاحظت بان في هاد لي ريزو سوسيو كيبدا واحد والاكثريه كيكونوا صغار ما كيكونش عندهم حتى 18 عام حيت راه شفت ودرت لي ريشيرش كيقول شي كلام وكيبقى يطاقي صحابو وكيتجمعوا بعضياتهم وكيقولوا الراي ديالهم وما باقين صغار باش يقولوا كيقولوا شي هضره اللي ماشي لا فلاش ديالهم ولا في المستوى كي بحال شي حاجه اللي باش كيجبدوا بها البوز هما اليوم. منين كتجي الواحد انا ما كنقلبش على لو بوز نهائيا ولا هما شافوها بهذه الطريقه لان هما اللي كيشوفوا داك الشيء اللي نيجاتيف فيهم كيشوفوه في الاخر داكشي علاش كيكريتيكي والاخر. كيكون بعض المرات في بعض الصور اللي كتنشري ولا بعض الفيديوهات مثلا كيكون ما بين لي كومونتير كيكون التعليقات اللي فيها نوع من السب بعض المرات شويه ديال القذف كاين اللي تيقول شي هضره ماشي هذيك مثلا. كيفاش كتعاملي مع هذه المساله؟ واش كتينيوري ما كنجاوبهمش نهائيا لان ما غاديش نهود لهذا المستوى. ولاحظت بان هذوك الناس اللي كيقولوا هذاك الكلام كيكونوا باقيين صغار يعني صغار في السن. انا ما غاديش نسميتو بهم بزاف ما غاديش نبقى نحيد بواحد بواحد. بعض المرات راه كنحيدهم ولكن ما كنهودش هذاك المستوى. وسبحان الله ما كيقدروا ما كيصيفطوا ليش دي ميساج في ميسنجر بيرسونيل اللي كي يقولوا فيه شي كلام. هذه كاين دائما واحد الاحترام في لاباج ديالك يعني غير بالنسبه ليا غير باش كلكو باغ باش يبانوا بها يعني بغاو يعبروا على نفسهم. اليوم اسماء الخمليشي قلت لك وجهي رساله مباشره للمراه المغربيه على هذه الظاهره هذه شنو ممكن تقولي لها انت اليوم؟ خصها تكون تايقه في راسها وقويه تحترم راسها وما عندها سوق في الناس اللي يقولوا شي كلام. الا كانت هي عارفه بالقيمه ديالتها ما عندها غرض في الهضره الخايبه ديال الناس الاخرين. والراجل شنو تقولي ليه؟ راجل الاحترام امه احترام اخته مراته واحترام حتى ديك البنت ولا المراه اللي كتكون في الزنقه. اسماء الخمليشي في هذا الموسم هذا كنديروا مره واحد الفقره اللي سميتها الضيف مفاجاه لانفيتي سوربريز. واليوم بغينا نجيبوا لك واحد الضيف مفاجاه اليوم. يمكن هذا الضيف هذا ما تنتظريش انه يكون حاضر معنا اليوم. كنختاروا طبعا شي شخص سواء كتكون خاص معاه وكنلاقيوك به ولا شي شخص اللي كيكون قريب لك وعزيز بزاف. المهم ولا كيكون من الميدان الفني يقدر يكون من العائله. في نظرك شكون اللي حاضر معنا اليوم؟ انا غنخليك اختيار انك تعطيني ديزانديس وانا غادي نبقى معك حتى نوصلوا لهذا الضيف هذا. واخا فنان لا ماشي فنان
من العائلة ولا من أصدقاء؟ لا يمكن من الأصدقاء. أصدقاء واخا نحيدوا العائلة. أصدقاء أقرب ليا ولا غير تدخلوا تدخلوا نعرفوا واش قرب بزاف ولا ماشي قرب. المهم خصني نشوف كيفاش انت. واخا رجل ولا امرأة؟ امرأة. امرأة. شحال عندها من عام؟ ماشي كبيرة صراحة، باقا جن باقا. شحال في السن تقريبا؟ تقريبا تقدر تكون نحسب يزيدة في 85 1985 ثلاثينات. إذا ثلاثينات. في الخارج ولا في المغرب؟ هي في المغرب. فاش خدامة عافاك؟ إذا قلت لك خدمة ديالها غتعرفيها. ماشي فنانة، فاش خدامة إذا؟ هي عندها واحد الخدمة ولكن ما خصنيش نقول لك الخدمة دابا، قلت لك الخدمة غتعرفيها. المهم أنا نعطيك واحد الحاجة، هي اليوغا هي كتموت على الرياضة. كتموت على الرياضة. إذا تكون شي صديقة ديالتي في الرياضة واخا. كتموت على الرياضة. نزيد نعطيك شي حاجة أخرى؟ زادت لو 7 سبتمبر سافرت بجوج واحد المسابقة رياضية قلتي لي؟ نينجا واريور. وصافي عرفتها. أمال عديل. أمال. فينا هي؟ أمل مرحبا بك. الله يبارك. كي جاتك مفاجأة أسماء؟ مفاجأة زوينة. واللي ما واللي عفريتها أمل لأن شتا قبيلة جيت من مراكش ودخلت وتحشتها ودزت نشوفها وما قالت لي حتى شي حاجة. صديقة عزيزة هي؟ هذه بحال اختي، ماشي صديقة، هذه اختي هذه. تماما، وحنا قلنا لها أنها تحافظ على السر وما تقول لك والو هذا، وفعلا أمل صباح الحمد لله كلشي بخير. اللهم عليك. أنت تبارك الله عليك، اللي ما كيعرفش أيضا الجمهور أنك أتليت تبارك الله ودرتي بزاف ديال لي ماراثون ورياضية من الدرجة الأولى تبارك الله. انا بسولك اخر مسافه ضربتيها شحال؟ 42 كيلومتر. كديري الفيلو ايضا؟ تندير الفيلو. شحال درتي في الفيلو؟ 100 كيلومتر هاد الصباح. امتى هادشي؟ هاد الصباح. هاد الصباح 100 كيلومتر. 100 كيلومتر درتها في 3 السوايع. وبالنسبه ليها شي حاجه طبيعيه، وكتلبس وكتمشي للخدمه ديالتها وكتخدم، وعاوتاني كتمشي في الليل دير عاوتاني شي رياضه واحده اخرى. تبارك الله تبارك الله. هذا هو لا فولونتي اللي كنت كنهضر عليها قبيله. الا كانوا كاع هاد البنيتات وهاد العيالات يعني شدوا ويديروا شي حاجه من حياتهم، هما يتكلفوا بحياتهم يديروا داكشي اللي كيبغيو. وانا يا زعما واحد الافتخار عندي لهاد البنيته اللي اختي. امال انت بصراحه اليوم كنهضروا على هذا الموضوع ديال التحرش هذا. واش انت كتعرضي للتحرش مثلا في الشارع؟ لا ما تنتعرضش للتحرش. انا يا بصح في ميدان ديال الدراري تنخدم مع الرجال بزاف حيت تنخدم في ميدان ديال البني. ميدان ما ساهلش، ولكن الحمد لله عرفت كيفاش ندير باش بنادم يحترمني. في الشارع مثلا ما كاينش شي واحد يقول لك شي كلمه هكا ولا هكا؟ الناس تيهضروا تيقولوا الكلام تيقولوا كل شيء حتى فاش تنكون تنجري، ولكن صراحه تنحاول ما ردش لهم البال حيت انا غرد لهم البال زعما شنو غادي ندير. انت تكوني كتجري هذا المتحرش خصو يكون عنده ركابي باش يتشد. وهذه حاجه طبيعيه. هذاك الشيء اللي كاين. تبارك الله كتجري. برافو امل برافو. كل شيء هذا الشيء من التربيه ديال الناس في الدار. كيفاش الام والاب غيهضروا مع الاولاد ديالهم؟ الا هضروا معاهم على البنات وعلى هذا الشيء كله بصفه طبيعيه وعاديه راه ما غيكونش هذا المشكل. انت كرياضيه تبارك الله، شنو النصيحه اللي تبغي توجهي للنساء والبنات المغربيات؟ الا بغاو يديروا شي حاجه خصهم يديروها، ما يخافوش، ما يقولوش انا ما يمكن ليش ندير هذه ولا لا، هذا الشيء غير للرجال ولا اللي كان.
الحمد لله انا كيف قلت لكم انايا في ميدان ديال الرجال، واخا هكاك تعذبت وكل شيء، ولكن الا كانت عندك العزيمه وكنتي فريمون بغيتي دير شي حاجه راه غادي توصل ليها، واحترم راسك والناس غادي يحترموك. انت ايضا شاركتي مع مجموعه من الجمعيات النسائيه، وايضا كنتي في مجموعه من التظاهرات اللي كتهتم بالمراه، من بين التظاهرات طبعا اللي شاركتي فيهم غالي دي غازيل، ايضا شاركتي في مجموعه من التظاهرات على المستوى الوطني والدولي، واخرا كنتي في كوريا. النسبه ديال التحرش عندهم تيسجلوا تقريبا 350 حاله ديال التحرش في العام، اللي هما واحد الشاب اللي فيه يعني 73 مليون نسمه. واش حسيتي شي نهار بشي مضايقات في الشارع، شي واحد قال لك شي كلمه، ولا في هذه المده اللي كنتي فيها مؤخرا؟ الوغ مشيت لتماك جوج سيمانات بوحدي، اول سفر ديالي غادي نسافر بوحدي. في جوج سيمانات ما كاينش اللي يهضر معايا، سيكوريتي توتال، فريمون كنت نحس براسي في امان. تخرج فوق ما بغيتي، تدخل فوق ما بغيتي، تلبس اللي بغيتي، كل شيء ظريف معاك، وما كاين لا تحرش لا هضره خايبه لا شوفه ناقصه لا حتى شي حاجه نهائيا. الشعب مربي. إذا سولناك اليوم ايضا امل على اسماء الخمليشي، شنو هما لي كاليتي ديالها وشنو هما لي ديفو ديالها؟ اليوم بغيناك تفرشي كل شيء. اسماء الخمليشي شنو هما الحوايج اللي مزيانين فيها اللي كتشوفي كتقولي هادو؟ وكاين شي حوايج طبعا هاد اللي انت تكون الصداقه الحقيقيه كيبانوا لك المزايا وكيبانوا لك العيوب، ملي تكونوا اصدقاء ديال بصح كنتقبلوا الاخر بكاع العيوب اللي فيه. إذا قلت لك شنو هما الصفات الزوينه في اسماء الخمليشي؟ اسماء الخمليشي اللي زوينه فيها هو اللي في قلبها تتعطيه، اللي عندها تتعطيه، كان تتبغيك راه غتبينها لك، ما كانش تتبغيك راه غتبينها لك، زعما ما تتعرفش دير شي حاجه سميتها النفاق، ما تتعرفش ليه. اسماء خمليشي انسانه فريمون كابابل، مراه كابابل، وإلا كانت مامنه بشي حاجه غادي تبقى حتى غادي تبينها لك، وما يمكن لكش تبدل ليها الراي ديالها ولا التفكير ديالها ولا اللي كان. وإلا قلت لك شنو هما لي ديفو ديالها؟ لي ديفو ديالها راسها قاصح. شي اللي غنقول لك شي سليم راسها قاصح، وما تتعرفش تمثل دون السونس، الا ما كانتش تبغي لواحد راه ما غاديش تبين لي بان راه تتبغيه. ولكن كنتسولك بعد المرات كنتشاور معاك امال، كنقول لك شنو الراي ديالك في هادي وفي هادي، هذاك الشيء مهم، وكنقول واخا ناخذ واحد الفتره باش نفكر فيها ونشوف. هو المهم هذا الشيء غادي نعرفوه دابا شويه في واحد الفقره في البرنامج اللي هي فقره بلا فلتر، سون فلتر. غادي نشوفوا بزاف، غادي نعرفوا شي حوايج على اسماء الخمليشي، وغتعترف لينا اسماء بزمنها بزاف ديال الاشياء. هادشي كامل بعد الفاصل، ونقول للناس تسناو واحد الموهبه جميله اللي غنقدمها لكم، واحد الصوت رائع من بعد الفقره ديال سون فلتر. اسماء الخمليشي في هذه الفقره هذه كنتمنى انك تفتحي لنا قلبك للبرنامج، وايضا للجمهور اللي كيشوفنا. غنطرح عليك مجموعه من الاسئله وممنوع عليك انك ترفضي الجواب، هذا قانون ديال الفقره هذه، واذا رفضتي الجواب هذا الكرسي هذا غادي يبقى. جربي الكرسي كيفاش غيدير. ولا كدوخ هاد الدورة. متفقين؟ متفقين. اسماء الخمليشي في الحياة ديالنا كاملين كنديروا مجموعة من الأخطاء. الإنسان خطأ. أنت إلا قلت لك اليوم اسماء قلب مفتوح، شنو هو أكبر خطأ ارتكبتيه وندمتي عليه؟ بالنسبه ليا الاخطاء كيكبروا الواحد، كيعطيو واحد كيستافد منها،
والخطا بالنسبه لي ماشي شي حاجه خايبه، حنا غير بنادم وملحم ودم ونتقبلوا الخطا. حاجه وحده اللي نقدر نقول اللي ممكن ندمت، ولكن هذا كان في الصغر ديالي، لان انا كنت عارفه شنو كنت بغيت باغا ندير وعارفه بالقيمه ديالي، وكنت كنفقد الكونترول، يعني كنت عصب دغيا ملي كنت صغيره مع ناس قراب ليا لانهم ما فهمونيش، وماشي لفظ ديالهم ما كاين مشكل. هذه الوحيده اللي نقدر نقول. اسماء الخمليشي فشلات في علاقه الحب؟ نقدر نقول بان عاوتاني هذا الرجال الصغر، وبحال دابا اللي كديني الصغر ديالي، الحب هو حب دابو النفس ديال نفسه. يعني لو كنت بغيت نفسي من الصغر وعلموني من الصغر، وكان ما عرفت فين كنت، لكن تش حاجه ما بعي ما 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 ترو تار، وعرفت بان الحب هو اي لحظه نقدروا نعرفوها ونقدروا نتعلموها، واحسن حاجه هي نحبوا نفسنا ا سا جوست فالور. وهذوك اللي قلتي السؤال اللي طرحتيه هو غير تجارب في الحياه لاي واحد كيدوز منه، وكنتعلموا منه. ما 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 ماشي فشل، لانني فهمت بزاف ديال الحوايج ودرت واحد الشغل في نفس ديالي، وعارفه بانه هو ماشي فشل، هي قوه وعزيز عليا التحدي. من زعما شي واحد الا دار لي شي تحدي يكون قريب مني راني غادي ننجح، ما كاينش. اي ولا دابا مع الوقت فهمت بان احسن حاجه هي الواحد يبقى كالم ويدير داكشي اللي بغى ويثيق في نفسه. تعرضت شي مره للخيانه اسماء الخمليشي؟ اه واش اسماء الخمليشي تعرضت للخيانه شي مره من المرات؟ معلوم، كاع كل بنادم كاع بنادم كيتعرض للخيانه. عرفتي علاش؟ لانه هو كينتظر شي حاجه كبيره من هذاك الانسان باش يعطيه ليه. هو الواحد ملي كيكون مع شي حد في صداقه او لا في حب ولا في 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 العائله، ما تنتظر حتى شي حاجه من اي واحد، كتعطي وما تنتظرش. ملي كنت صغيره كنت كنتظر حب كبير، وعلاش ما قالوليش، وعلاش ما دارولياش، وعلاش ما عطاونيش بحال انا كيف عطيتهم. مي خص الواحد يكون كبير ويسمح لهم، ومسامحة مش حالج. اليوم لما تقولي المسامحة؟ الأصدقاء، بعد أصدقاء والعائلتي و علاش تقولي مسامحة لعائلتك؟ لأننا كنكبروا ببعضياتنا، هما اللي رباوني، هما اللي عطاوني واحد الاساس كنشكرهم. ملي كنكونوا صغار كنكونوا شويه ما كيكونش عندنا كيقول لك نصاب، لو كيكون عندك العقل ديال واحد كبير وفلاش صغير. لو كنت انا فهمت هذاك الشيء اللي دابا انا فاهماه في الصغر قلت لك ما عاد فين كنت. والحمد لله انا زعما متاخره بالطريق اللي درته. اسماء الخمليشي عندها شي خلاف في الميدان الفني مع شي فنان؟ معلوم. شحال هادي؟ شكون هاد الفنان هذا؟ با اه اوه
بشويه بشويه بشويه. دوختينا رشيد كان مع حكيم نوري، كان مع نرجس نجار، ولكن كيعطوك قوة لأن باش يكون واحد يعني ما فيها باس، راه في العائلة وكانت خاصمو وكانت صالحو، وفي الشغل حتى هو كانت خاصمو وكانت صالحو. حكيم نوري ممكن تخدمي معاه مستقبلا؟ معلوم عاد هدرت معاه، هذه غير هو أخ ديالي، أخ خويا الكبير. اليوم كلمة كنبغيك، كلمة كبيرة بغيتك تقوليها لشخص واحد وتسمي هذا الشخص هذا، لما تقولها اليوم أسماء الخمليشي قدام الكاميرا. نقول لهم شي شخصين، شخص واحد. اختاري اسم واحد. الحاجة زهور اللي هي أم ديالي، ماما أنا كنبغيك، كنحبك من قلبي. أسماء الخمليشي. اليوم كنبغي نشكرك باسمي وباسم طاقم البرنامج كامل على هذا الحب اللي عطيتينا وعلى هذا الصدق اللي عطيتينا، وانك فتحتي لينا قلبك وفتحتي قلبك للجمهور، وانك ناقشتي معنا ايضا هذا الموضوع هذا اللي مهم. شكرا لك اسماء، ومسخيناش بك ونتلاقاو بك ان شاء الله في فرصه اخرى. نخلي الكلمه ايضا للجمهور اللي كيبغيك، شنو تقول لهم اليوم؟ عبروا على الشعور ديالكم واخا يكون بالايموشن، لان احنا بنادم، مره نضحكوا مره نبكيو، مره حزينين مره ضاحكين، وقولوا داك الشيء اللي في قلبكم بصراحه. حاجه وحيده، احسن حاجه كاينه في الحياه هي الحب، والحب كيبدا من راسه. واليوم عند رشيد الشوب كنقول انا كنبغيك، هذيك البنيته الصغيره اللي في الداخل ديالي سميتها اسماء خمليشي. وكنبغيكم لانني بديت بحب هذيك البنيته الصغيره. اذا ركت البنيته الصغيره ما يمكن لها غير تبغي الناس. شكرا اسماء. هنا غادي نختتموا الحلقه بواحد الصوت جميل اللي جا اليوم يسمعنا صوته ونتعرفوا اكثر على الموهبه ديالو، هادشي كامل بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا، والان غادي نقدموا لكم واحد الموهبه رائعه، استقبلوا معي عفاكم ساره جنون.